اتقالت بالبلدي من جد وجد. شكرا يا عم محمد يا صلاح، شكرا يا ابو محمد، شكرا يا عم صلاح يا محترم، يا اللي جبت نجم مصر الاول، تاتا الشاشه الاول دلوقتي محمد صلاح. عايزين نقول كمان ان سعاده المصريين دي ملهاش تمن، لانه ده حاجه بتفرح شعب كامل. عايزين نشكر هاني رمزي مدربه في المنتخب الاولمبي واللي شيخ طريقه في الاحتراف بالمناسبه، ونشكر كل اللعيبه اللي احترفت، الصقر احمد حسن ومشوار طويل، عبد الظاهر السقه وكابتن ولا كل الكباتن في الدوري التركي العنيف جدا جدا جدا. عايزين نشكر كل تجاربنا، عايزين نشكر ميدو اللي عمل طور كبير، ولو ما كانش حد شده من الفلنة بالبلدي كده ما كانش رجع، وان 100 ميدو كانوا كافيين باستثمارات او تحويلات عمله عشان يبقى الكلام دقيق اكتر من كل شبابنا اللي بيشتغل في دوله شقيقه عظيمه اسمها دوله الامارات. عرفتوا انها صناعه ولا لا؟ يعني رمزي اختاروه من ضمن احسن 50 لاعب راحوا لكايزر سلاوترن، الفريق الالماني كان رقمه 19 واختير ضمن احسن 5 محترفين افارقه. يا رب كتر كمان وكمان، وبعدنا يا رب عن النموذج بتاع رباص البرتغال وامثاله. ربنا يهديك يا شيكا، يا خسارتك يا ابراهيم يا سعيد، لكن لكل واحد حلم يقدر يمشي عليه. اوعى تنسوا ياسر رضوان وعماره ومجدي طلبه وكتيبه كبيره مجدي عبد الغني، اوعوا تنسوا، اوعوا اوعوا تنسوا كل واحد حاول. ولازم نقول الله يرحمك يا جنرال محمود الجهري، هذا الرجل العظيم رحمه الله، ونقله كان يراها لصناعه كره القدم في بلاده. اوعوا تنسوا الواد الشاي حسام غالي ابننا الجميل، اللي لو عنده ضبط للاله كان بقى حاله، هو بالفعل يستحق. انما مع كل الإشادات لازم ضبط الآلات. 100 محترف على شاكلة صلاح وأقل 20% تساوي 100 مصنع، 100 تجربة صناعية ناجحة جدا جدا جدا. والله العظيم لو يعلمون، لو عرف عمرو زكي هو عمل إيه أول مرة 10 ماتشات وسعره راح فين، وستيف مدربه وقتها قال ايه، ما كان رجع ابدا للبلد دي الا للعب مع منتخبها بكل الحب، زي ما صلاح هيعمل كده ويروح لمنتخب مصر المغرب في مباراه الاجنده اللي احنا زي ما قلنا هنبقى داعمين للعبقري المنحوس اللي بنتمنى له التوفيق مع تدريب منتخب مصر. ودي لقطه لابننا واخونا عمرو زكي اللي كان حاله في الدوري الانجليزي، واللي لا يمكن ابدا نقدر ننسى ان هو تحطه تحت عنوان وما يزعلش انتحار موهبه. والله ما كلام كبير ولا نقصد بيه اي تنظير، ولا حتى ماسكين عليه الدبوس، ولا عايزين نشكشك في اي حد ولا في عمرو، ولا نشكشك في نواياه كمان بالبلدي، انما نحن نحتاج اللي يوضبوا الصناعه دي. ما يزعلوش مني سكان 5 شارع الجبلايه، ما هو انتوا لو على الخلفيه دي كنت عملتوا الحاجات دي، انما حضراتكم لا انتوا عارفينها ولا حضراتكم برضو بعد اذنكم، يعني سيادتك حضرتك ها عايزين تجيبوا ناس بفلوس والعياذ بالله يعملوا لنا ده. النهارده اول انطلاقه لمحمود سعد في تجربه احترافيه. الحساب عسير يا دكتور محمود، ايه ده يا محمود؟ خليك جامد في الموضوع، ثقه المصريين مش فراغ، مش مساحه هوا، خلي بالك كويس قوي قوي قوي. مفيش كانه، مفيش اعزني، مفيش قدر الله وما شاء فعل الا بعد ان تعقلها اولا. ما تخرجوناش يعني ايه عن وعينا، بنرجوكوا. عداله السماء، الله يديك الصحه يا كابتن بكر، بتنزل على استاد كلياري بمدينه باليرمو لما الرجاله تبقى واقفه صح وبتجري صح، والا قلناها لحضراتكم قبل كده، كان يكفي الاشقاء في المملكه العربيه السعوديه بدلا من الجيمات والملاعب والتركات الطواف ببيت الله ثم رقة البرازيل كرويا كل يوم يا رجاله. هو حد يضحك علينا؟ محدش بعد كده ابدا هيخلينا نحط رجلينا الا في المساحه الصحيحه. حد فيكم حضراتكم سيادتكم سمع من سكان 5 شارع الجبليه والعياذ بالله ان اللاعبين المحترفين المصريين هم ثوره صناعيه، هم
مصدر من مصادر الدخل في قادم الأيام والأحوال، إذا كان هما ما سمعوش عن مكتين ياخدوهم هدايا حتى من أي راجل طيب مقاول يا عم، مش هنقول مكتب هندسي. تعالوا نشوف ده ونشوف الناس هتقول ايه في التقرير قبل ما نقول فين لجان الاستثمار ولجان ان هذا كده بقى وبتاع في الأندية والاتحادات. بس نشوف الأول تقريرنا ونرجع لكم. محمد عنده إمكانيات يمكن مش موجودة في أغلب لعيبة الكرة عندنا في مصر، إن هو ما شاء الله عنده سرعات مش موجودة عند حد، هو خلوق جدا جدا، فده كله منجحه ومحبب الناس فيه والناس بتحبه هناك من أخلاقياته ومن هو راجل ملتزم جدا جدا. مبدئيا من حس السياحة إن أنت حتى زمالك الفرقة اللي هم النجوم الكبار، يعني صلاح لما كان في تشيلسي كان عنده إمكانية إن هو يساعد إن مثلا يعمل يعزم ناس في مصر من اللعيبة الكبار اللي موجودة في تشيلسي، يعمل لهم حتى رحلة موجودة في مصر، فده كله اسمه رواج سياحي للبلد عموما. كل اللعيبة اللي بتلعب بره غالبا هم يعني زي ما بيقولوا فلوسهم ورأس مالهم غالبا بيبقى موجود في مصر كله، فده برضو دعم للاقتصاد في مصر، ان انت اغلب لعيبة الكورة عاملة مشاريع، فيمكن دي بتبقى مساعدات، فدي دي ده جزء من الخطط اللي لازم تعمل او الخطط التسويقية. اتمنى ان الاعاره اللي هو فيها موجود دلوقتي مع فورنتينا الاعاره يعني انا بتكلم في 6 ماتشات 7 ماتشات تقريبا صلاح لعبهم جاب 6 جوال، يعني معدل كل مباراه هدف، ده يعني رقم كبير جدا. اتمنى ان هو لو رجع تشيلسي يعني يكون عنده الدوافع تكون اكبر من الدوافع اللي كانت موجوده قبل ما يروح فورنتينا. مش معقول ان كل لعيب يجي له عقد ب 100,000 دولار ولا 50,000 دولار ولا 200,000 دولار يقول لك لا احنا عايزين $1,000,000، يعني سيبوا اللعيبه تخرج، يعني الناس المسؤولين عن الرياضه في مصر وزاره الشباب والرياضه والحكومه يبقى في تشريع في مجلس الشعب ان شاء الله، ما يعني يبقى موجود الفتره اللي جايه في قانون يتحط ان اللعيب يبقى في رقم يتحط، انما النهارده انت بتتكلم في 3 4 لاعبين موجودين في مصر خارج يعني بره في اوروبا او يعني عدد قليل جدا. واحد زي دروجبا مثلا في كوديفوار يعني ما شاء الله عليه، يعني في ارقام بتدخل لبلده من خلاله وهو صاحب مشاريع هناك. تعرف رئيس كوديفوار؟ هتقول لي لا، انما تعرف دروجبا؟ تعرف رئيس الكاميرون؟ تقول لي لا. تعرف رئيس الوزراء بتاعه؟ لا. انما تعرف ايتو؟ تمام. فده مش هتلاقي ماركتنج او تسويق او 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 اي زي ما انت عايز تقول زي لعيب الكوره. لعيب الكوره ده هو سفير، لكن لا هو رئيس جمهوريه في الحته اللي هو فيها. يعني محمد صلاح النهارده لو احنا عايزين نقول ان بلدنا مستقره ممكن نخليها من ناحيه محمد صلاح، لو عايزين نقول ان بلدنا امنه من محمد صلاح، لانه هو محمد لما بيسمع في العالم كله. محمد صلاح بسم الله ما شاء الله عليه، يعني كلنا فخورين لاعبين مصريين، كلنا بصراحة كلنا يعني حاجة تفرح وحاجة يعني تقول تتشرف ان في حد عندك اسمه محمد صلاح. محمد صلاح بيضرب لنا مثل كبير جدا للعيبة. يا بلد فيك كل حاجة وعكسها، إلا المواطن والشباب هم آخر أمل لينا في كل حاجة جميلة في الوطن الجميل ده، وإلا فالدبوس هو البديل يا سادة. إذن هو الدبوس، خليكوا عارفين إن الحكاية بقت مفتوحة وواضحة. شبابيك الأمل اللي احنا فاتحينها أبداً مش هتدخل إلا كل ما هو ثمين، مش هتدخل إلا هوا نظيف، هوا استثماري. ويا دولة ما تديش بقى كفاية، ما يعملوها شركات ويعملوا تجمعات ويعملوا أندية على حسابهم، هو التجارب بس في حقنا وحاجتنا. عندكم المواهب يا سيدي ما قلناش حاجة، وحاجة كمان قالوها كل المحترفين، يعني إيه سيادتك تنجح في مجلس الإدارة الذي هو هناك وبعديها سيادتك سعادتك حضرتك تقوم قايل 4 مليار ريال؟ ليه يا عم الحاج؟ ليه؟ عشان أنت عملت إيه؟ عشان عايز تقدم لمصر ايه؟ لا الولد هيزيد ولا هنفتح سوق ولا هيجي مع منتخب مصر 30 محترف بالإضافة للمواهب الداخلية، وهتعيشونا على طول على طول على طول على طول على طول فين حضراتكم؟ في صراع الأهلي والزمالك. مطلوب طبعا تعظيم سلام الدربي العربي الأفريقي الأهم والأشهر، لكن من غير ما تسرقوا أحلامنا وأحلام شبابنا. الحقيقة عايزين نرجع تجربة دولة
أيام الوزير المحترم عبد المنعم عمارة، اختلف واتفق معه كثيراً، مش هقول لكم أحياناً، في سياسات وفساد عارم في دولة عند رأسها الحقيقة، يعني مش الراجل نفسه، لكن يكفي أنه أكبر الزمالك، النادي ابن الدولة زي ما الأهلي ابن الدولة وأي نادي، على احتراف حازم إمام في إندونيزيا وعوضت نادي الزمالك. معالي الوزير، معالي دولة رئيس الوزراء، بدل ما تدوا نادي خايب عشان يصرف على بطولات واهية وخايبة، ادوله لما يطلع لعيب 8 مليار، ادوله 8 مليار، وحياة النبي تدوله 8 مليار، بس يطلع لعيب من الشطار بأي رقم، عشان دي بضاعة لسه يدوب أوروبا عايزة تختبرها، وهتلاقيها إيه بقى؟ محترفة ومحترمة، هي دي أخلاق ولادنا وشبابنا. كل لاعب محترف يا سادة بيدخل عملة صعبة في بلده، يا جماعة قال لكم عبد الظاهر افتكروا كده لما رئيس ساحل العاج كوت ديفوار قال ايه وعمل ايه مع دروجبا، دروجبا اللي كان بيلتمس الخطوات، وشوفنا ده انا وزميلي العزيز ابراهيم منيسي في مارسيليا مع نجمنا احمد حسام في اولمبيك مارسي، ليختلس النظرة ولغة الكاميرا وهم خارجين من الملعب، ده اساسي وده لسه في بداية البحث عن دور اصيل مع فريق اولمبيك مارسي. وكانت الاغنية الاشهر ميدو ميدو، طب بلاش ده، طب تعالوا شوفوا هازارد اللي قال على تويتر، هازارد طبعا صانع العاب فريق تشيلسي، مومو صلاح اون فاير، مومو صلاح ولعتها يعني، ده يا راجل خلاه يقول هازارد، يقول ايه، يغني زينا، ولعها ولعها، يا ايه الجمال ده يا عم صلاح، كتر خيرك ابو صلاح، احنا اسفين ابو صلاح الحقيقه، احترافك جاء خلسه، كل الشكر لمدربينك وللراجل العظيم شريف حبيب اللي خد جزاء ثمار، لم يعد مسؤولا عن كرة القدم التي ضخت الملايين لنادي المقاولون العرب، ولا أدري لماذا، يكفيه شرفا أنه لم يتقدم بطلب طبيعي جدا حتى للتجديد له كموظف في الدولة، تخيلوا عمل كده الراجل، والآن هو يحاول مساعدة كل النجوم الصغار حتى وهو خارج الصورة. خلينا نشوف حتى تعليق نجم زي أبو تريكة على استبدال محمد صلاح وخروجه أمام اليوفي بعد إحرازه هدفين على تويتر، وقال له بالنسبة لي المباراة انتهت دلوقتي، مبروك يا صلاح، جميل الكلام، استمر. أحمد فتحي لاعب أم صلال وقال له في تغريدة على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، صلاح فخر الكرة المصرية، ربنا يحميه، وانت كمان يا وحش يا أحمد، لكن فاتك الدوريات الأوروبية، انتصارات للاعبين المصريين. أحمد حجازي نفسه لاعب نادي فيرونتينا كتب وقال لكل مجتهد نصيب، ربنا يحميك يا ابني ويعافيك من الإصابات، ربنا يحميك لأنك قلت عاوز جول باسل صلاح يجي لك الجول، ربنا يحميك. السار أحمد حسن قال استمر فأنت أصبحت مصدر سعادة للمصريين، ودي حقيقة والله يا أحمد يا حسن، أنت بتقول كلام جميل. تعالوا بقى نشوف قد إيه إخواننا المصريين سعدة وفرحانين بنجمنا الفرعون المصري العظيم محمد صلاح، وده هيبان في كل همسة ولمسة لو جيتوا تحققوا ده بالطبيعة دون ما تقرير ولا تصوير ولا أي حاجة، حضراتكم اسألوا بعض وانتوا ماشيين في الشارع، وانت واقف في عز الإشارة والمحمد صلاح، هتلاقي الناس كلها اتلفتت، قول له واحد ايه رأي حضرتك، بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما زملائنا بيشيروا الكاميرات يقولك والله العظيم عندنا لاعب كبير قوي اسمه محمد صلاح، وفي أجمل من كده فرحة، احنا لسه ما قلناش النني، لسه ما قلناش كوكا، لسه ما قلناش نجوم كتير قوي جنب محمد صلاح بيشكلوا أمل لصناعة اسمها كرة القدم. طعم الفرحة جميل، والأجمل إن محمد صلاح ابن مصر البار لم ينصع لأحد ولم يسمع للي راحوا على الفرحة وعايزين يهدوها وقالوا ده مؤيد للشرعية والملوخية وهيطلع وفي الداهية اللي هم فيها إن شاء الله هو وهي، الراجل قال أنا فرحان ببلدي فيها مؤتمر عالمي، يا وداهم التقيلة اللي هي ما بقاش فيه صحيح نوك اوت زي زمان او ضربه قاضيه، لكن صلاح برضو افتكسها، حتى لما ابو تريكه قال له اختار رقم 74 انتصارا لشهداء
كرة القدم أو الذين يعني ندعو الله أن يحتسبهم شهداء، لم يبالغ صلاح كثيرا ولم يلعب على هذا الوتر، لكنه قال أنه ده كلام مهم ليلقي الضوء على قضايا كرة القدم، صناعة كرة القدم في مصر، لأن ده الزبون قبل أي حاجة. هو كمان كان راجل محترم وهنى أبو تريكة، قال له كل سنة وانت طيب يا نجم مصر، وأنا أول واحد أقولها لك أهو. كمان لما أبو تريكة صرح وقال أسراري ومشواري وحكاياتي انتظروها في كتاب، بسرعة وبيود رد صلاح وقال له ما تنسانيش في الكتاب، بس خليني في الآخر بالله عليك يا تريكة. يبدو أن لها معاني بين النجمين. خلت أبو تريكة يقول له أنت ليك فصل مخصوص، علاقة جميلة وقوية بين نجمين كبيرين، يا رب تدوم. المهم بعيدا عن السياسة ومحدش يزعل مني، اللي عايز يلعب سياسة للسياسة يا سيدي ملاعبها وللأفكار مذاهبها، لكن أي مذاهب ضد الوطن هي نشاز، هي بالفعل تحتاج قطع كل الأحبال الصوتية حتى لا نسمع هذا الهراء. على فكرة محمد صلاح زيه زي أي شاب، من حقه أنه يصرح ويقول ويجي ويبقى ليه كلام كتير مهم، لكن اللعب على حبايله خلاه دونما أن يقصد يتمنى كل الخير لمصر ويرد زي ما قلت لكم بالنوك اوت او الضربه القاضيه على اللي قالوا انه الراجل. هو انتوا فاكرينه متخلف؟ في ولد زي ده هيبقى متخلف؟ هيعود لخفافيش وظلام وظلمات وحاجات زي كده؟ مش عايزين متهترات مع حد، مش هندي حد اكتر من حقه. كفايه انه قال انا سعيد جدا بنجاح المؤتمر وهو قدام حضراتكم الاقتصادي، واتمنى ان يكون النجاح مستمر على اعلى مستوى، أتمنى أن أرى مصر بلادي في أعلى المراتب. هو ده الرد العملي يا ابن بلدنا يا طيب يا شاب يا جميل يا اللي اسمك محمد صلاح، أنت مصري بحق وحقيقي. وبالمناسبة ماتش مكابي، صلاح المصري رفض أنه يسلم على لاعبي مكابي الإسرائيلي في مشهد نال عليه التحية والتقدير دونما افتعال، لكنه بيحترم زي بلده مصر كل ما هو شرعي، بقى مش شرعية ومهلبية، ها، وبيحترم العقود فلم يهرب من المباراة. يا سادة اللي قاعدين تقطعوا في بلدكو، مصر زهقت منكو بقى، وخليها عليكو شوية وما توريناش وشكو تاني نرجوكم. يعني على ذكر اللي بنقوله ده، عايزين نقول انه الاتحاد الدولي فيفا اطلق صيحة تحفيز لمصر، وأعلن امبارح الصبح عن تحويل المبلغ الذي رصده المكتب التنفيذي $250,000 ليتم تحويله إلى مصر مساهمة منه مع ضحايا مأساة الدفاع الجوي. يا سادة انتظروا المزيد من شبابك يا مصر اللي هيتحولوا لنجوم، انتظروا أيضا دبوسكم، والله دبوسكم، احنا نيابة عنكم موجودين وجاهزين وحاضرين، وبالدبوس بإذن الله مكملين. اللي عنده محمد صلاح أحسن من اللي عنده عزبة ولازم يعيش مرتاح، بس افهموا بقى يا بتوع الاستثمار، افهموا يا خمسة شارع الجبلاية لو كنتم شطار. الحلقة الجاية هنجيب لكم مش حاجات مستخبية ولا حاجة، إزاي الاستثمار حضراتكم يكون جاهز على مائدة مصر الجديدة. قبل ما اسيبكم عايز اقول لكم النهارده الزميل العزيز اسلام صادق بالورقه والقلم مع مين بقى؟ واحد من نجومك يا مصر، صاحب تجربه حاول واجتهد فيها الى ان يعني وصلت انه كان ممكن ينط من طياره على انجلترا ليحترف في ايفرتون الانجليزي، احمد شوبير. ايضا الحصاد مع محمد عباس ومعاه كابتن علاء نبيل. النهار رياضه تحييكم وتقدم كل ما هو حق أصيل للجمعية العمومية لشعبك يا مصر. دبوسك اهو، السلام عليكم. اتقدم يا صلاح، اتقدم يا صلاح، اتقدم اتقدم اتقدم، وكفاية خلاص تتندم للشمس للنور، للشمس للنور، مش هيعطل ناصور طول ما الدنيا حتدور، انا من الدنيا حتعلم.
طول ما الدنيا حتطول انا بالدنيا حتعلم اتقدم حتعلم اتقدم مش هنقدم اتقدم واحلف مش راح نتندم واحلف